مرحبا. ومرحبا بك اخويا. لاباس خويا؟ عشك الحمد لله. انستك بيه؟ يحفظك يرحم والديك. كل يوم تولى هو بالبنوته، كل يوم تهز وتجيب. طبيعه اجور صباح وعشيه. هذاك هو اش عندنا ما نعملوا. لازمك انت تمشي تجيبها. والله ساعات كي تبدا امها موجوده في الخدمه نجيبها انا، ساعات تروح امها بكري تجيبها معناها. منا لازم يكون حاضر. لمعنى لازم واحد يجي. أكيد. قديش المسافة بين دار الروضة ولا بين؟ قريبة لهنا سيد البشير لماريست، تقريبا تاع 500 متر. باهي لطف عليها بنتي، لطف عليها. احنا اليوم نعيشوا في وقت خايب على الآخر، ولدك ما تعطيش فيها، ما تخليش وحده. ما ثماش حتى كونفيونس. في بالك أنا رغم الظروف نقري فيها في المدرسة بالفلوس أعرف عليها ولا باش نبعد على باش نمشي للخدمة نمشي مرتاح، ولا تمشي ماما تمشي مرتاح. على خاطر ما عادش شيء يطمن ساعة، ما عادش شيء يطمن جملة. على الاقل واحد يحط صغيره في مدرسه حكوميه يبدا مطمئن عليها، يمشي يخدم مطمئن يروح مطمئن، مش كيكه مسيبه. فهمتني؟ اليوم في صغارنا في نسبه كبيره اليوم ما لازمش تعطي ثقه لحتى حد. لا ما تعطيش ثقه لحتى واحد، كوني متاكد سيدي عاد الثقه. انا نشوف لهم تو في المدارس كيفاش يقروا كيفاش الصغار تقرا، صغار عمرها نص سنه واحد يتكيفوا واحد، ما هذاش تو ريتي مثلا مدرسه حكوميه كل شيء منظم، منظمين بونكتيل في كل شيء. في كل شيء. من الناس اللي مازلت مأمن بالمدرسه الحكوميه؟ اي مأمن بها ومازلت مأمن بها ويرحم والدين والديهم. بالنسبه لي انا اعز مدرسه حكوميه يكذب عليك ولا لا. متونسه فما برشا على المظاهر. لا. قري في ولدي في البريفي. لا قبل يمكن كانوا على المظاهر ما يتولى عباد فاقت على صغارها، خايف على صغارها. اختي الغاليه صدقني عباد ما عندهاش وتلز الرواحة وتقري في صغارها بالفلوس تو. فهمتني؟ باش يبدا مطمن على صغيره. صحيح الظروف قاسيه ملا غالب، ما عادش مظاهر. انا مظاهر هو كي يبدا صغير ويقرا وفاهم ومرتاح وكل شيء في قرايته في المدرسه اللي فيها هو مع معلماته وزاد معلماته يرحم والديهم ماهوش مقصرين في كل شيء. هذا كيتسمى اكبر حاجه معناها عملناها في دنيتنا والحمد لله وربي يسر. اختي اليوم تحكي مع صغارك كل شيء؟ اي بيعه بيعه عادي انا مع هذه تفهم كل شيء وبنتي عاقله برشا ربي يفضلها. خطيها تسمع الكلام تقرا على روحها حتى كي تبدا عندها درس حتى كي تمشيش لتيت تقرا في الدار وحدها كل شيء تجبد طولتها تحضر كل شيء حتى تنسى درس بعد كل بابا نسيت الدرس هذا تمشي لماما تقولها معناها وريني كيفاه ولاباس الحمد لله. اليوم مصروف وقرايه وتيديت و ما تحكيش. ياسر 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 لا ما ذاك هوش باش نعملوا هذيك هي تحب توصل صغيرك لازمك تتعب عليه. استثمار في الصغير صعيب شوي. استثمار في الصغير اليوم مش اي عائله تمن بيه. مش اي عائله مش عائله مش اي عائله. الاستثمار في الصغير لو تعرف علاش انت اول حاجه لازمك تفهمها في الاستثمار في الصغير انه ساعه يخرج منظم هذيك قبل قرايه يخرج منظم ويبعد على برشا حاجات هذيك اكثر حاجه ساعه انك تهنيت عليه. وبقرايته بحول الله راهو كي يبدا منظم يوصل والحمد لله وحتى تتعب عليك تجيب وظن وتاع حلال. ما تحليل ولا ولد حليل سي نورمال راهو باش يشد ثنيه ويقرا على روحه ويحط اوبجيكتيف قدامه ويوصل له بحول الله. وانت والعائله زاد. اما اليوم التكلفه نتاع الدراسه كبيره لازم تاخذ عليها قرض فما عائله تاخذ قروض باش. قسما بالله اقسم بالله العظيم انا والله المراه خذت عليها قرض. خذت عليها قرض متيال باش قرضتها على خاطر ما عندهاش. فهمتني؟ الكتب في بالك الكتب اقل كتب ب 400000 500000 تو. فهمتني؟ انت قداش ما عندك من صغير يقرا؟ عندي بنيه برك هذي سنه ثانيه تقريبا. سنه ثانيه ميزانيه الكتب والكرارس والستيلوات بالنسبه سنه ثانيه قداش؟ بالنسبه سنه ثانيه ما هو انت والمدرسه كيما المدرسه مثلا ذي بريفي مش كيما مدرسه عاديه ديما اغلى ديما اغلى ديما اغلى اي ديما اغلى. شنو الكراسات يفرضوا كراسات اما اغلى؟ ثم حاجات ماهوش كيف كيف. فهمتني؟ والله كلها ريت تو بالنسبه لتو هم يقروا كلها غالي تو على بعضها على بعضها والله العظيم كلها غالي كلها غالي. في ب 40000 45000 كراسه ب 18000 ستيلو كام 500 فرنك ولا ب 2000 ب 2500 القوه ما عرفش ب 2000 25000 هذا ايش معناه؟ مازالوا عندهم برشا سوايع قرايه تو مثلا الصغار مازالوا السنوات الاولى ياسر عليهم باش يستوعبوا برشا سوايع في النهار. بنتي قداش عندها مثلا اثنين وثلاثه قداش من ساعه؟ والله بنتي تقرا من الاثنين حتى تقرا اثنين ثلاث نهار الاربعاء تسيب نصف نهار خميس جمعة تسيب الأربعة وباقي سبت وحد ما تقراش. خميس جمعة تقرا نهار كامل؟ نهار كامل من 8 للأربعة. مي لي كونتين موجود وكل شيء ويلعبوا في الكور منظمينهم ماهمش ما يحسهمش بالتعب ولا بالقلق. فهمتني؟ والمعلمات زادة يرحم والديهم المدير زادة يرحم والديهم لي سيرفيونتو كل يرحم والديهم وكل لاباس الحمد لله.
اليوم الاستاذ والمعلم اليوم اعلنوا على نوع من الغضب، بيقول لك ما عادش التلميذ كيقبل، الاولياء ما عادش كيقبل. شوف بالنسبه للاولياء ما عادش كيقبل، والتلميذ ما عادش كيقبل. باش نفسر لك علاش. الولي قبل، تو انا واحد من الناس قبل قريته، مثلا يضربني المعلم، يضرب المعلم كي نروح نشكي انا الوالده الله يرحمه ولا الوالده، زيد هم يكبسوا عليا، مش زيد معناها يسيبوني. ولدي الحنيه المفرطه هذيك، هذيك هي اللي تضيع الصغير. ثم حنيه مفرطه لازم نحوها، فهمتني اختي؟ باهي تو انت مثلا معلم، علاش يكبس الصغير؟ علاش؟ تو ما في صالحه هو، علاش يمشي الولي يشكي بالمعلم؟ تو هذا كلام يا خويا، يقول لك انا ما تعرفش كيفاش، انا ما عرفش قري جمله، خليه يقعد على روحه يشد طولته، وانا ما نقريش وما نتحملش مسؤوليته. شفت علاش؟ اللي نورمالمون يأطروا صغيرهم يأطروه، والمعلم يشكروه، وثم معلم يضرب ويكذب عليك، ثمش معلم يضرب، ثم يحب على مصلحة الصغير، ماشي يحب مصلحة الصغير ويخاف على روحه. كيفاش معلم باش يضرب صغير؟ تو هذا كلام. بالعكس، معلم كي يعرف الصغير ماهوش هو يقول له، قال الولي امرك يطلبني، ولا يطلب هو الولي، ثماش كلام ما تصدق. يحبوا يروجوا موضة انه فما معلمية واساتذة يتجاوزوا، يحبوا يضربوا المنظومة من الاخر. التربوي، المنظومة التربوية يحبوا يضربوها، لا أكثر ولا أقل، بالنسبة لي أنا حسب رأيي أنا. لكن هذا ما فيش إن المنظومة التربوية فيها نقاط برشا سلبية ظهرت في السنوات الأخرى. اليوم فما أساتذة، ومانيش نقول كل ما فما موجودة وفما معلمية، يفرض عليك تقرأ عنده يتيد باش يعطيك نوت سمحة، وموجودة هذي وكل يوم الموجود. يعني اسمعني تو أختي الغالية، تو أنت سامحني، أنت معلم قاري وكل شيء، عندي حياته قراية والأستاذ، كيفاش أنت ما يخدم يخلص ب 500 ألف مازال ما يخلصش؟ ما يخلصش باستثناء الحالات اللي معلمين النواب، الباقي ما يخلصوش. الناس كل الناس المعلمين النواب اللي دخلوا من غير هذوكم، دخلوا من غير كونكور، من غير اختصاص. كي راهو ثم المعوضين هذوما، ثم اللي يمشي 20 كيلومتر على ساقيه اختي، راهو يخلص 500 ألف. ثم اللي يضحي 10 و 15 عام بلاش فلوس. خمسة والله نعرف انا معلمين، والله 20 كيلومتر على ساقيهم في المطر وفي الشتاء وفي البرد وفي الصيف وفي السخانه، ثم منطق زاده، فهمتني ولا؟ معلم اللي اموره مريقله وداخل بكونكور ولا مرسم، يخلصوا امورهم مريقله من القطاعات اللي تزيد. مش حتى بروبليم، اما بالنسبه للمعوضين انا والنواب، بالنسبه لي انا نعذرهم صراحه. وتعرف انت الموظف في تونس الكل هاني، واحد من الناس انا موظف من السيد ترانسبور، انا عاني يعني كل الموظفين وكلها في تونس. هذيك هي اختي، هذيك هي يدخل في الليمبي برا للروج ما يعطيكش، تبدا عندك صغار، واحد يوصل يمرض نفسانيا، مش سهله راهي الحكايه اختي. راه ديما تخمو زاد باش تاخذ القرض، حتى كانت توريتي تو هي يرحم والديها، ما بدوا يتسهلوا شوي، اما راهيك واتت فتره راه ما دينار ما تجبدهاش مثلا، يقول لك بنروح تو سامبلومون، يقول لك الروج روح، يقول لك وكأنك ماشي لدار. شكرا، عايشك، ميرسي بوكو، يفضلك، عايش خويا.